السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذه الليله غادي نديروا تحليل مباراه الربع النهائي من دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، واللي كانت على ملعب سانتياغو برنابيو بين المارينغي ريال مدريد بقياده المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي، والبلوز تشيلسي بقياده الالماني توماس توخيل، واللي فاجئنا بكل امانه وخلى المغربي حكيم زياش على كرسي الاحتياط بحيث فضل يدخل بنفس الاسماء اللي لعبوا المباراه الماضيه واللي فاز بها بسته اهداف لصفر في الدوري الانجليزي على فريق ساوثهامبتون. وتشكيله المباراه كانت كالاتي: في حراسة المرمى السنغالي ادواردو مندي، كقلب دفاع انطونيو روديغير والبرازيلي تياغو سيلفا، كظهير ايمن ريس جيمس، وكظهير ايسر ماركوس الونسو، في خط وسط كارتكاز الفرنسي نقولو كانتي والكرواتي كوفاتيتش وروبن تشيك. اما ثلاثي خط الهجوم عندنا الانجليزي مايسون ماوت والالمانيين تيمو فيرنر وكاي هافرز. بداية المباراة وكما كان متوقع الفريق اللندني هو اللي كان مستحوذ والاكثر جدية في افتتاح التسجيل، وهذا هو المنطق وفعليا تحترم بحكم انه كان متاخر بفارق هدفين، برغم ان النادي الملكي كان كيدافع باكبر عدد من اللاعبين وبخطوط متقاربه وغلق المساحات، الا ان زملاء حكيم زياش قدروا يستغلوا هفوه في دفاع ريال مدريد عن طريق الانجليزي مايسون ماوت اللي سجل اولى اهداف المباراه واللي فعليا شعل به الماتش واصبحت اكثر متعه. وهذا الهدف اوتوماتيكيا اعطاه دفعه معنويه كبيره لتشيلسي اللي استحوذ على وسط الميدان طولا وعرضا، ومع البريسينغ والضغط العالي جبر فريق الملكي ريال مدريد للعوده للخلف بكامل لاعبيه من اجل المسانده الدفاعية، وفقط كانوا كيعتمدوا على الكونتر اتاك او الهجمة المضادة، خصوصا كان تركيزهم اكثر على الجبهة اليسرى اللي فيها البرازيلي فينيسيوس اللي كيمتاز بالسرعة ولكن دائما كيفتقد للمسة الاخيرة وما قبل الاخيرة، وهذه هي مشكلة اللاعب فينيسيوس ومن زمان. وفي الشوط الثاني نفس السيناريو كيتكرر، تشيلسي كيهاجم والريال في ملعب سانتياغو برنابيو يكتفي فقط في الدفاع، مما خلى النادي الملكي يدفع الثمن غالي لان كثرة الضغط كتولد الانفجار، وبذلك الالماني انطونيو روديغير انفجر براس ولا اروع في شباك البلجيكي تيبو كورتوا اللي يعلن على ثنائيه تشيلسي. من بعد عاد شفنا الفريق الملكي خرج من قوقعه الدفاع واصبح كيشكل خطوره على مرمى السنغالي ادواردو مندي، خصوصا الفرصه ديال بنزيما اللي صادمت بالعريضه، ولكن رغم ذلك قدر تشيلسي يستغل المساحات وسجل هدف كان غادي يكون قاتل عن طريق الالماني تيمو فيرنر، ولكن من بعد وبدقائق قليله فقط رودريغو كيرجع الميرينغي ريال مدريد للعوده في المباراه. وبكل امانه كانت دراما هيتشكوكيه في هذه المباراه اللي وصلنا فيها الى الاشواط الاضافيه واللي حسمها النادي الملكي برأسية الفرنسي كريم بنزيما. من بعد عاد الألماني توماس توخيل تفكر لينا حكيم زياش اللي دخلوا في الدقيقة 102 وفي ظرفية صعبة جدا، وكالعادة دار اللي عليه اللهم بارك وزيد في ذلك. ودائما كنقولها لا بغيتي تاخذ كاع داكشي اللي عند حكيم زياش، عطيه الثقة فقط ودخله كأساسي، ولكن للأسف توماس توخيل هو هذا. عموما تقييم المغربي حكيم زياش كالعادة غادي تلقاوه في أول تعليق، وفي الختام كيبقى رأي ديالكم في هذه المباراة وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.